اخيرا بقى قبل ما اطلع فاصل، النهارده كان المفروض الزمالك يلعب مع مين؟ مع غزل المحله. استاد القاهره مش جاهز، استاد القاهره مش جاهز يستضيف المباراه. عرضوا ايه؟ انا بس لازم اقول الكلام ده عشان في البعض انتوا عارفينهم كويس جدا بيحاولوا يغيروا دايما الحقائق، يعني يقول لك دي مؤامره ومش مؤامره والاهلي وعشان يخدموا الاهلي ومصلحه الاهلي وكمان. لا، ايه اللي حصل في الموضوع؟ بعد ما استاد القاهره ما بقاش جاهز لاستضافه هذه المباراه النهارده، فعرضوا على نادي الزمالك لو حابين تلعبوا في بيترو سبورت العبوا الماتش. فسالوا كارتيرون، كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، قال لك لا انا مش عايز العب في بيترو سبورت، خلاص اجلوا لي الماتش. فالاتحاد وافق، فالماتش اتاجل بناء على رغبه مين؟ بناء على رغبه مين؟ الزمالك. بناء على رغبه مين؟ كارتيرون المدير الفني. اذا ده قرار من الزمالك، مركز، ده قرار من مين؟ من الزمالك. والمباراه بقت يوم 3 اغسطس. بصراحه هو في مصلحتنا جدا بصراحه، ضغط، يبقى في ضغط للزمالك في بعض المباريات في فتره معينه، في نفس الوقت انت تحاول تلحق يعني من غير ما الزمالك يلعب، تعوض من خلال ماتش امبارح، الماتشين اللي جايين كمان في فرق النقاط يقرب، عكس ما الزمالك يلعب مباراه دلوقتي. فهي جايه في مصلحه الاهلي بس، والله الاهلي ملوش دعوه، يعني الاهلي ما طلبش حاجه، هو الزمالك هو اللي طلب. وده كمان تاكيد من خلال ميدو امبارح في برنامجه، كابتن احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك الكبير في برنامجه، وقال ان ده كان بناء على طلب من نادي الزمالك، عشان تبقى الحقيقه واضحه للجميع، عشان ما يجيش حد يقول لك بعد كده ايه اصل دي مؤامره، تمام، اصل هم عايزين عشان الاهلي يعني ما يبقاش في ضغط عليه اكتر من كده، عشان وعشان وعشان. فبرضه كان مهم قوي ان احنا ناكد على الجزئيه دي بشكل كبير، وان شاء الله باذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله الحاليه والمقبله كمان بمختلف البطولات، سواء دوري كاس مصر، دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله الفرقه تفرحنا السنه دي كمان على غرار الموسم الماضي.